لكن يبقى دائما وأبدا هناك كلام كثير بعظمة لسانه. إنه وقت النزاهة، وقت النزاهة بالمعنى الحرفي. سمعت كلام المهندس أحمد مجاهد بيقول إنه هتشهد الأسابيع الخمسة المتبقية من الدوري تنظيم دقيق ومتابعة دقيقة ورقابة صارمة. ده شيء رائع جدا، نتمنى فقط الحفاظ على كل معايير النزاهة والشفافية واللعب النظيف في كل المباريات. نتمنى حضور تحكيم عادل جدا، نتمنى نشاط للفار بشكل أمين وحاضر في كل المباريات ومؤثر في إقرار العدالة، ليس إلا يا كابتن وجيه في الأسابيع الخمسة المتبقية لأنها الحاسمة. حاسمة إيه؟ ما هو الأسبوع ده ما كانش حاسم. لما الفار يحرمك ولا يراجع لقطة للمنافس، عايزين نعرف أنت عملت إيه. ارجع بقى للجانك وشوف الوضع إيه في اللقطتين دول. أنت ليه ما عدتش دي؟ مع إنك مرتين تلغي للنادي الأهلي أو ثلاثة في الماتشات الأخيرة بالرجوع بأثر رجعي؟ وليه ما رحتش للفار أكتر من مرة وأخرها الماتش ده بعد ما ترتبت الأمور؟ ترتبت الأمور. ما أنت دلوقتي خلاص في فرق نقطتين. هتعمل إيه في اللي جاي؟ طب واللي فات؟ اللي فات ده امبارح. يعني مش لما يطلع الكابتن وجيه يقول لك هو طبعا يا جماعه الجون سليم، بس الحمد لله ما اثرش على النتيجه. اهو اثر على النتيجه. الفار اثر على النتيجه. يا كابتن وجيه هتعمل لنا ايه؟ قول سوري حتى. سوري. وماذا يفيد السوري؟ بس لكن لا ده عارف لو صدق انت انبساطك ده والحاله المعنويه اللي انت فيها يعني اديتني طاقة إيجابية للي جاي. يعني أنا بعد الماتش ما رضيتش أكلمك لأن مقدر ال لا أنا الحصر اللي كنا فيه. جدا جدا جدا. لأن طبعا هو في إيه؟ يا جماعة مرة ما الدنيا تمشي بأصولها بس. طب ما تيجي أقول لك بقى. ليه الأهلي اتعادل مع الإسماعيلي؟ لا الأهلي اتعادل مع الإسماعيلي. لأنها كرة القدم. لم يكن تعادل مستوى. انت الاستحواذ 60-40. انت شفت الاعاده طبعا. طبعا ما انا بقى بسهر بقى ان شاء الله للصبح. 60-40. الفرص الاسماعيلي عمل ماتش كويس. لكن الاهلي عمل ماتش كويس، بس ما تبصش من منظور النتيجه. عدد الفرص اللي رحت بيها للجون كتيره وخصوصا بعد التعادل. ايوه. فدي القدرة. أنت عندك يعني هدي مثلا في قرارات كده تستغرب لها. ده قرار توتر من أكرم، مش بتاع يعني أكرم، مش ده دأبه، واخد بالك؟ هي على شماله. هل هو أشول؟ معرفش. يعني فأنت يعني أيوه. ليه تعادلنا مع الإسماعيلي؟ اتعادلنا لأنك أنت اولا انا قلت لك الجون جميل جدا جدا جدا. الجون بتاع فخ جون التعادل ملعوب، والاوفر والارتقاء عاهل. الاوفر مش قوي. ما انت لما الاوفر قوي انت بمجرد ما بتلمس الكوره بتروح زي الصاروخ. لكن ده النطه بتحريك الدماغ بتوجيه الكوره انها تروح في ابعد نقطه بالطريقه دي فيها طبعا. طيب تعادلنا لان دي كره القدم. لا انت ضيعت كتير. والمبدا بتاع اللي يضيع ممكن يستقبل. ولما يستقبل بيأثر على النتيجه. يعني انت عمال شاف الكور ورا بعضها عامله ازاي. دي الكوره اللي هي كل بول ضربه جزاء. ايوه. ويعني هنيجي للفيديو بتاعها وتفصيلاتها التحكيمية، لكن مبدئيا انت قلت ضيعت، واللي ضيع يستقبل. اللي ضيع ده قانون.
يعني مش قانون يعني اصبح في من اعراف كره القدم. انك انت لانك انت يعني هو انت ليه متصور انك انت الفريق اللي قدامك ده مش هيجيب جول؟ ما هو فريق وكويس، وخصوصا لما انت تبقى فارض كلمتك. احسن وقت تستقبل فيه او الفريق اللي قدامك يجد مساحات لما تبقى انت فارض او حاسس ان الماتش سهل. ربما يكون الناس جات لها لحظه ان احنا كسبنا الماتش. نأمن. اللي انا عايز اتكلم فيه نأمن بقى. فما بتيجي تأمن انت ما بتأمنش وانت خايف، وانت مش لوحدك في الملعب. لا ما بتأمنش وانت خايف. انت لو خايف هتأمن تبقى كومباكت. انت ما كنتش كومباكت. انت كل الاجوان اللي بتيجي فيك بتيجي لان في مساحات بين الخطوط. اللي بيجي مواجه لسرد باكين اللي الناس بتلمه باستمرار ده جاي لوحده ما معهوش حد. مين الراجل بتاع خط الوسط الملازم اللي بيجري وراه اللي بيضيق عليه المساحات اللي بيضغط عليه اللي ما يتلعبش باريحيه كده. بيخش فيك الاجوان عشان كده. طيب ده خلاصه الراي في ليه الاهلي تعادل مع الاسماعيلي، هذا التعادل المؤثر واللي نتمنى ان شاء الله تعالى في قدم المباريات ما يبقالوش هذا يعني التأثير. انت مش كل مره بتضيع نتيجه تقصير او قرار غلط. ايوه يعني لكن في كور زي اخر كوره في الماتش دي بتاعت صلاح محسن من اغرب ما يمكن. الكره بتلف لبره.